طيب نتابع مع بعض الآن تشابتر 6. كنا قد توقفنا عند السلايد رقم 13، وبتشابتر 6 هذا اللي بيحمل عنوان الماركتينج والادفيرتايزنج بالاي كوميرس، ولازلنا في سياق التولز من بعد ما تحدثنا قبل قليل على الاستراتيجيز. يعني كان في عندنا أسئلة استراتيجية بشكل عام، والآن نتجه من الاستراتيجيات للتولز والتكنولوجيز. زي ما بتعرفوا دائما احنا من نبدأ بالحديث توب داون، يعني احيانا بالإدارة، فنتجه نحو الأسئلة الاستراتيجية، القضايا الاستراتيجية. والحديث عن الاستراتيجية بيتضمن طبعا فيما يتضمن البلان، وكمان الانتجريشن، تكامل بين الديفرنت بلاتفورمز. يعني في عندنا الديفرنت بلاتفورمز، هاي مسائل تكنولوجية، يعني لحتى يكون في عندنا نوع من الكوهيرنت مسج، مسج يعني تصل بطريقة صح. قلنا انه هذا الكلام بالأومني شانل، واعتقد ارسلت لكم الفيديو، شفتوا الفيديو اللي عن الأومني شانل. ولكونك تتحدث عن إدارة، فيو كانت مانج وات يو كانت ميجر، فهذا الأمر لحتى نعمل نوع من البنش ماركينج أو الكومباريجن، بدنا نوع من الماتريكس لكل من هذه البلاتفورمز المختلفة. وعلى سيرة الماتريكس، يعني قلنا أن السلوك الظاهر الذي كان نتيجة ذلك الاتجاه والميل اللي في كان في الخفاء أو في الباطل، إنجاز لنا التعبير، يعني لا تستطيع أن تقيس برضو، كما إحنا ما تقدر تقيس الأشياء الخافية، أنت تقيس الأشياء الظاهرة. فكنا نعمل behavior بالموديل هذا تاع اللي فرجتكم إياه، اللي شرحت لكم إياه بمحاضرة اليوم حضورية. لاحظوا هذا الإشي اللي هون، أو هذا الموديل، يعني ركزوا على كلمة موديل. تعامل إحنا مع الموديلز، قلنا لكم دائما مش كل الموديلز اللي بالدنيا بتكون دائما صح، يعني بالضرورة أي موديل ليس صحيحا، اوكي، ليس صحيح 100%، ولكن مفيد، نسبة الصحة فيه يعني ممكن تكون نسبة مئوية عالية، 80 90 95، ممتاز. لكن المسألة بأي موديل هو الفائدة، يعني نفسه هذا الموديل قد يكون هذا نموذج مبسط منه، جبته من نسخة سابقة من الكتاب، وهو أصلا هذا جاي من كوتلر. طبعا كوتلر عالم بالتسويق معروف جدا، أند أرمسترونج بال2009. لاحظ بأبسط شوي، يعني بيحكي عن يعني حاكي هون independent، حاكي عن independent variables، عوامل مستقلة. أيوة، عوامل مستقلة، عوامل تفرض عليك فرضا، ثقافة موجودة عندك، يعني موجودة حولك، ثقافتك هاي اللي تشكلت عبر الزمن، أنت يعني مش هي موجودة already في البيئة تبعك. يعني كذلك الأمر السوشيال، وتحدثنا اليوم حتى عن العشائر والقبائل، يعني اللي بتكون أنت موجود، يعني ولدت وأنت ضمن هذا السياق. اوكي، والقضايا النفسيه كمان، هذه كلها عوامل بنسميها اندبندنت ديموغرافيك فاريبلز، عاده الامور الديموغرافيه السكانيه. اوكي، بنسميها ايش؟ بنسميها يعني بتكون عاده اندبندنت، وبمعنى اخر يعني عفوا باك جراوند فاكتورز، عوامل في الخلفيه، في يعني اوريدي بريديفايند مسبق. طبعا الديبندنت فاريبل اللي انا بدي اقيسه الباير ديسيجن، هو يعني كنت بحاجه هون ل ان ستور بيهافير لحتى اقيس هذا القرار، قرار المشتري. فالان ستور بيهافير عبر عنه هنا بالكليك ستريم بيهافير، والكليك ستريم هاي بحد ذاتها ممكن نطلع منها ماتريكس. شو يعني ماتريكس؟ يعني مثلا قديش عملت كليك، قديش الصفحة تحملت عندك، أشياء يمكن قياسها. الآن ما بين هذا الأصل الذي يمكن أن يسند إليه، يعني الذي يمكن أن تقول أنه هذا سبب الشراء، independent، السبب الذي أدى إلى الشراء، تتدخل لاحظ عندك intervening أو intermediate، بعض العوامل زي البراند، العلامة التجارية، زي الماركتينج كوميونيكيشن ستيمول، القضيه المثير، هذا الاستيمول بحاجه الى ريسبونس. برضو كمان الفيرم كابابيلتيز، قدرات الشركه على الوصول. طبعا هذه الانترفيننج فاريبلز بالنموذج هذا اللي موجود عندكم بالسلايدز يزيد، يعني لا يقتصر فقط على البراند،
ولا على الماركتنج كوميونيكيشن تعمله، ولا الفيرم كابابيلتيز، بل ايضا يمتد الى ويشمل الويب سايت، موبايل بلاتفورم فيتشرز، الكونسيومر سكيلز، برودكت كاركترستكس، بيرتشيزنج اتيتيودز. وحكيت لكم اليوم عن الاتيتيودز كثير، مره ثانيه شرحت لكم اياها بالمحاضره، وقلنا انه هذا قادم من علم النفس سايكولوجي، وعلى سيره السايكولوجي والسوسيولوجي وعلم الاجتماع سوشيال نتوركس اذا اردنا ان نكمل يعني، وحتى البيرسيف بيهيفير كنترول وما تبقى من امور هذه حاصل يعني خلينا نقول انتر ديسيبلينري او مالتي ديسيبلينري، علوم متعدده التخصصات عابره للتخصصات. لكن قلنا انه حتى يعني تفهم الامور بشكل صح، فاهم العوامل هي التراست واليوتيليتي والاوبورتيونيزم في الاونلاين ماركتس. حكينا عن هذا الامر بنوع من الامعان ومالتي شانل، وتدخلنا كمان في موضوع الانتقال من التراديشنال للسوشيال للموبايل، وقلنا انه في عندنا نوع من الانجيجمنت اكثر، لدرجه انه بيوصل لمرحله الانجيجمنت او عفوا الغمر يعني، والمتطلبه لتكنولوجيز زي مش بس الموبايل، الاوجمنتد رياليتي وبعد الفيرتشوال رياليتي اللي حكينا لكم عنه، هذا اكثر فاكثر. كل هذا اونلاين، هذا تراديشنال، هذا الجديد السوشيال وموبايل ماركتنج. وحكينا عن النقل من مفهوم انك تصنف بي تو سي وبي تو بي، مجرد تصنف هذا التصنيف القائم على هذه البساطه بي سي جي، هون بي سي جي تطلع ب 9، مجرد انه 3 ملتيبلايد باي 3 ايكوال 9 which is good، يعني هذا نموذج جيد، لكنه قلنا انه ما يعني هنقول كنموذج، لسه بنحكي عن الموديلنج النمذجه، لا يصل بك الى العمق ولا الحداثه اللي موجوده في نماذج زي السوشيال والموبايل كوميرس. وحتى كمان راح نشوف كمان شوي لما ندخل بشابتر 6 او شابتر 7 عفوا اللوكال كوميرس. هون في اسقاط من الكوميرس على الماركتنج، كان الماركتنج جزء من الكوميرس، ما انت ما تقدر تعمل كوميرس اذا عملت ماركتنج، وهذا هو عناصر الدائره بغض النظر. كل هذا اونلاين بالنهايه منذ التسعينيات الى اللحظه الراهنه، واحنا الان ب 2023 وممكن كمان يعني شوي ندخل 2024. اوكي على خير ان شاء الله اذا الله يسر الامور. هذا كله بيختلف عن الاوفلاين ماركتنج، فهذا الامر حكينا عنه اليوم محاضرة اليوم. الاستراتيجيك ايشوز والكوستشنز قلنا عنها قبل شوي، بس شوي نضبط الشاشة كالعادة بحيث تكون يعني كاملة. بمعنى اخر يعني هذا السلايد اللي هون اللي بيميز الاونلاين ادفيرتيزمنتس، زي ما عملنا هون زي ما قلنا هون الانتقال من الاونلاين عن الاوفلاين، اللي بيميزه اكثر بروفايد جريتر اوبورتيونيتيز for interactivity two-way communication between advertisers and potential customers، يعني بيعطي نوع من التفاعل الأكبر والفرص فرص أكثر للتفاعل و two-way communication، يعني في نوع من two-way مش بس زي ما هو صاير بالأوفلاين traditional marketing، حيث السهم بكون فقط من المعلن إلى الكاستمر، لا بكون في بالأونلاين يكون في تفاعل. عشان هيك احنا شو بنسميه هذا الحكي تو واي كوميونيكيشن. ويعني قلنا لكم قبل شوي بالمالتي شانل، وبعد المالتي شانل الاومني شانل بصير في نوع من الغمر، يعني بصير في نوع من الاندماج الكلي لهذا مع الاوجمنتد رياليتي اللي حكينا لكم عن الكيس ستدي فيها المره الماضيه. بكون في نوع من الاندماج للكاستمر مع الادفيرتايزر، فبيفهم عليه بالضبط ايش اللي بصير. لذلك الاونلاين ادفيرتايزنج ديسبلاي سيرش موبايل مسجنج سبونسرشيبس كلاسيفايدز ليد جنريشن ايميل باي، كل هذا الوسائل لتجاوز ما كان هنالك من تي في ادفيرتايزنج. فالتراديشنال اونلاين ماركتنج اند ادفيرتايزنج تولز الصحيح، وهنا بتحدث طبعا عن المره الثانيه وبتحدث عن هذول اللي هون ماشي، بدءا من التراديشنال اونلاين الى ان الى كل الاشياء هاي اللي هون اللي تجاوزت الاوفلاين. تمام، فهذا الكلام كله هون في عندنا عده وسائل يعني، او حاط لنا هون تقريبا سته
اساليب تولز. سؤال التولز يعني احنا حكينا عن الاستراتيجيز، الان انتقلنا وحكينا عن التكنولوجيز والبلاتفورمز، والان نيجي للتولز الادوات. في عندك سيرش انجن ماركتنج، ادفرتايزنج عن طريق محركات البحث، اوكي، ديسبلاي اند ماركتنج، ايميل ماركتنج، افيليت ماركتنج اللي حكينا عنه اليوم اللي هو المنظم يعني التسويق المنظم او التسويق بعموله، الفايرال ماركتنج والليد جنريشن ماركتنج. هذا الكلام كله مشروح هون بشكل اكثر. فهون عندك سيرش انجن ماركتنج اند ادفرتايزنج، بس خلينا شوي لا هون طيب عفوا بس اوكي. فهون بيحكي عن النوع الاول اللي هو سيرش انجن ماركتنج، اوكي، تعريفه وانواعه المختلفه، وحاكي عن الاورجانيك سيرش والبيد انكلوجن والبي فور كليك بي بي سي سيرش ادز، تمام. بعد شوي راح يحكي عن هاي وعن هاي وعن هاي. طبعا بالنسبه للفايرال ماركتنج يعني من اسمه فايرال من فيروس، يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي انت بتنزل اعلان معين بينتقل بطريقه اشبه ما تكون بالانتقال الفيروسات لكل الناس بطريقه شوي فيها نوع من النتورك افكت، تاثير الشبكه. بالنسبه كمان للليد جنريشن ماركتنج برضه كمان من المصطلحات المستخدمه بعالم التسويق الالكتروني، انه دائما كلمه ليد بتعني شيء مسبق، فليد جنريشن ماركتنج يعني فيها نوع من جذب العملاء، توجيه نحو جذب العملاء واستقطابه. فبالديسبلاي كمان يعني شوي برضو نرفع هاي هيك، اوكي، بالديسبلاي اد ماركتنج، اد من ادفيرتيزمنت صحيح، اوكي. بس انا مرات بحب عشان يكون في نوع من التمييز بين كل سطر والثاني، اوكي، بس على كل حال على اي حال يعني احنا بهذا الديسبلاي اد ماركتنج يعني اللي هو النوع الثاني الديسبلاي اد ماركتنج بنستخدم في اساليب كثيره مثل البانر ادز اللي هن بيكون مربعات او مستطيل هيك بيعرض المسج بطريقه فيها لمعان يعني او ما شابه ذلك، اوكي، ان ريكتانجلر بوكس، اوكي، مستطيل، اور توب اوف ذا باتوم اوف ذا كمبيوتر سكرين بيكون من فوق بانر بيلمع، اوكي، او ماركيو بالاتش تي ام ال. ريتش ميديا ادفيرتيزمنتس كمان اللي هو وهون بتحدث عن الانجيجمنت اوف يوزر يعني عن طريق هذا الانترستيشال ادز امبلوي انتراكتيف فيتشرز اللي بتعمل انجيجمنت لهذا اليوزر. فالانترستيشال ادز اللي هي يعني الى حد ما عابره او فيها نوع من يعني بتكون فيها نوع من الدمج بين اكثر من ميديا، فبتكون ريتش ميديا. الفيديو ادز، السبونسرشيب من سبونسر الراعي، هي عبارة عن انه راعي، انك مثلا تعمل يوتيوب قناة مثلا باليوتيوب تقول انه والله شركة كذا هي التي قامت بدعم هذا الفيديو وما الى ذلك. طبعا هذا ضمن جهد مدفوع طبعا من خلال هذا اللي اعلنت له انت، بيكون دافع لك فلوس يعني، او بتعبر عن بتروج لحدث معين لمؤتمر او فعالية فينيو، بحيث انه يكون فيها نوع من البوزيتيف يعني بوزيتيف يت نوت not overtly commercial وليس بطريقة تجارية مكشوفة للعلم، لا بتكون طريقة شوي إنجاز التعبير محترمة يعني فيها نوع من الاحترام لهذا الراعي السبونسر. النيتيف ادفرتايزنج، هذا النيتيف ادفرتايزنج من اسمه نيتيف يعني ادفرتايزنج ذات لوكس سيميلر تو اديتوريال كونتنت، يعني زيه زي الجرايد والمجلات اللي تعودنا عليها زمان. الكونتنت ماركتنج، التسويق بالمحتوى، كرييت كونتنت كامبين، عمل حملة محتوى للبراند and then attempts to secure placement in a variety of websites. يعني في مثل بالتجارة الإلكترونية أو في مقولة content is king. بعدين نيجي للأدفيرتايزنج نتوركس، شبكات الإعلان. يعني قلنا قبل شوي عن التأثير الفيرال، قبل شوي كنا عن الفيرال، يعني بجوز الأدفيرتايزنج نتوركس شبكات الإعلانية بتكون قريبة من هذا المفهوم. Ad exchange وdisplay advertising issues ad fraud والى اخره. الان كيف تعمل هذه الادفيرتايزنج نتورك؟ عن طريق موقع اسمه دبل كليك، وهو احد المواقع للربح عن طريق الانترنت. هذا الاسلوب اذا كان في مجال نحكي لكم عنه كيس ستدي، باعتباره هذا كيس ستدي زي ما عودناكم بالفصول السابقه نشرح الكيس ستديز لحال
الايميل ماركتينج النوع اللي جاي هيدا احنا قاعدين من عدد الانواع النوع الثالث وبعد ذلك الافليت والفايرال والليد جنريشن هاي الموجودات هون اوكي الافليت ماركتينج ها لاحظ كوميشن في بيد تو اذر ويب سايتس فور سيندينج كاستمر تو ذير ويب سايت يعني في عموله لاحظ في عموله بالموضوع الفايرال ماركتينج زي ما حكيت لكم الليد جنريشن ماركتينج اللي هو استخدام مالتيبل اي كوميرس بريزنسز تو جنريت leads for business who later can be contacted and converted into customers through sales calls, email and other means. In one sense, all internet marketing campaigns attempt to develop leads. الاستباق من خلال ما لدي من rich content. بعدين بيجي للسوشيال والموبايل واللوكال هذول العناوين الفصل القادم إن شاء الله. يعني حكينا لكم احنا مسبقا عن الفيسبوك التويتر قلنا لكم انه البنترست مرتبط بالبيكتشرز والايمجز اوكي مثله مثل الانستغرام لكن الانستغرام بيختلف انه بتعامل مع فوتوغرافز بينما البنترست بتعامل مع بيكتشرز او دياجرامز خرائط ذهنيه او ما شابه ذلك تمام هذه كلها امثله مختلفه صحيح يعني يعني بتتضمن ما بما فيها من موبايل ماركتينج اند ادفيرتايزنج وبما فيها من لوكال وهي بحد ذاتها سوشيال وهي بحد ذاتها ايش سوشيال طيب على كل حال شو معنى كل واحده مره ثانيه وهذا راح نشوفه الفصل القادم ان شاء الله يعني الموبايل السوشيال معروف الموبايل عندك تستخدم اي موبايل بلاتفورم زي الاندرويد او حتى الابل او اي من هذه الموبايل بلاتفورمز وبركز على الموبايل ابلكيشن بتحملها عن طريق البلاي ستور او الابل ستور اوكي اللوكال ماركتينج زي اللي حكيت لكم عنها اليوم زي اوبر مثلا اللي بصير باوبر بيعتمد على اللوكال كوميرس فانت بتحكي عن جيو تارجت جيو ساحات جغرافيه ديسبلاي ادز ان هاي بار لوكال بابليكيشن وكوبونز ايوه هذا كلام كله عن انواع اخرى من الماركتينج يعني زي ما حكينا لكم انه اذا كانت هذه التولز اوكي فاذا يعني هاي التولز اللي كانت متعارف عليها بال 30 سنه الماضيه اللي طرأ بالعشر سنين الماضيات هو هاي الامور الجديده يعني صار بالاضافه لما سبق ركب عليهم هذول الثلاثيه اللي راح نحكي عنها الفصل القادم فبعدين بيجي عندك ما يعني بعد الكلام هذا كله بيجي عندك البرايسنج استراتيجي ففي عندك تراديشنال برايسنج برايس ديسكريميشن تمييز في عندك فري اند فريميوم وفيرجننج وبراندنج ودايناميك برايس دايناميك برايسنج واللي حكيناه في بدايه الفصل عن الويب ترانزاكشن لوكس الويب ترانزاكشن لوكس قلنا انه هي عباره عن اساليب لمعرفه كم دخل هذا الستور الويب سايت تمام وبالتالي هذا ترانزاكشن لوك على فكره هذا مرتبط اكثر من مرتبط بالبزنس انتليجنس يعني انا بحاجه هذه اللوكس اللي هي داتابيزز يعني اوكي ويعني هن اذا قلنا داتابيز بحيث المجاز هي مجموعه كبيره من الهيستوريكال داتا داتابيزز بالتالي بشكل انبوت للديتا وير هاوس بالتالي راح نقدر نعمل منه اناليتكس هذا على سيره الويب ترانزاكشن لوكس لانه هذول كلهم قلنا بداية الفصل إنهن ضمن الميتريكس اللي من خلالهم أنا بقدر أحكم على قرار الشراء فلاحظ بتحكي عن شيء قرار شيء مرتبط بذكاء الأعمال شيء مرتبط بالداتا وير هاوس من بعد الداتا بيز وبالتالي فيما بعد داتا مايننج وفيما بعد أناليتكس هذا كله حكينا لكم عنه وتحدثنا عنه بما فيه الكفاية طيب مفهوم السي ار ام ما انه بدناش نحكي عن الانظمه هاي فجدير بالذكر انه نحكي عن السي ار ام اذا كنا باللوجستيات قد حدثناكم عن السبلاي تشين مانجمنت والدعم اللوجستي فبالمساق هذا او بالتجاره الالكترونيه وقلنا لكم عن الفرق بين التجاره الالكترونيه والدعم اللوجستي لانه الدعم اللوجستي مساله اقرب ما تكون ل البزنس تو بزنس اي كوميرس فالتجاره الالكترونيه بالاضافه لانها تشمل البي تو بي ايضا تشمل البي تو سي
وضروره الحديث بالحالي هاي عن الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، هذا فيجر تاع السي ار ام. الماركتنج اناليتكس لسه كنا نحكي عنها قبل شوي، وبالتالي هذه بتساعد الاي كوميرس على انك تفهم اكثر سلوك المستهلك في كل مرحله من الاونلاين بيرتشيزنج بروسيس، وهذا مما يساعد المانجرز على اتخاذ قرار خلال ماتريكس زي الار او اي، زي الكاستمر بروفايلز، بالتالي ميجرنج للامباكت في ماركتنج كامبينز. هذه كلها اشبه ما تكون بالماتريكس، لانك لما تحكي انت عن اناليتكس ارقام او تحليل تحليلات للارقام، لازم يكون في عندك ماتريكس محدده. فهذا يتضمن الاويرنس والانجيجمنت والانتر اكشن والبيرتشيز اكتيفيتي واللويالتي اند بوست بيرتشيز، الادراك ومدى الاندماج والدخول في جو السياق هذا الويب سايت يعني او هذا المتجر، اوكي، ومن ثم التفاعل وحدث الشراء بيرتشيز اكتيفيتي، وبالنهايه يكون عندك ولاء وما بعد الشراء من معاوده لهذا المتجر اذا كان هذا الامر جيدا. فبالتالي هذه الماركتنج اناليتكس اذا مرتبطه، اذا كنا نحكي عن انه ات ايتش ستيج، فما هي تلك المراحل التي نقيس بها الاشياء. فاذا كنا نحكي عن اويرنس ان باوند، فبتحكي عن يونيك فيزيتورز، تطلع منهم الايش اليونيك فيزيتورز، الزوار المحددين او المميزين، اوكي. الانجيجمنت بدك تاخذ البيج فيوز، قديش يعني مدى الانجيجمنت، قديش مدى الاستغراق، البيج فيوز، الدوريشن، المده، وكم المحتوى الناس اللي تفرجوا عليه، التفاعل، قديش عملت ناس بوستات، قديش الناس عملت لايك لإله، قديش الناس غردت، وقديش الناس علقت. يعني بعد مرحلة الانجيجمنت الاستغراق بالوقت، انت بتبلش تتفاعل، تعمل اكشنز معينة بناء على ذلك، اوكي. هذا كله لا يهم من ناحية بيزنس وفلوس، ممتاز جدا، لكن لسه ما دخل على الجيب فلوس يعني، انجاز التعبير يعني، الا بعد ان يحدث حدث الشراء العظيم هذا اللي بينتظره كل، مش بس كل معلن، كل صاحب متجر. فبيقول لك البيرتشيز وبدايه الانترانزاكشن، يعني هذا ما سبق كله كوميونيكيشن، ما سبق كله كوميونيكيشن الى ان نبدا بالانتراكشن، ها، بالترانزاكشن. لاحظ ترانزاكشن يتطلب دخول على الكارت بيج وريجستر وبيرتشيز واباندون، اوكي، الى ان نصل فيما بعد الى حاله من العلاقه ريليشنال بما فيها من ولاء. كل هذا يحدث بعد الشراء، بعد البيع، اوكي، بعد الشراء بوست بيرتشيز بالنسبه لك انت ككاستمر، بوست بيرتشيز بالنسبه للشخص اللي بده يبيع يعني الستور، بوست سيلينج anyway، بوست يعني مرحله ما بعد قرار الشراء، اوكي. ريبيت كاستمرز، يتكرر هؤلاء الذين جاءوا واشتروا، سوشيال سايتس، باز، سيرفيس ريكوستس. وهيك احنا بنكون كملنا هذا الشابتر، واعذروني تجاوزنا 3 دقائق لكن اضطرينا لهن حتى ما نعمل فيديو ثالث.